نحن هنا تماما على الحدود الفاصلة بين بيلاروسيا وليتوانيا. ليتوانيا من دول الاتحاد الأوروبي، دخلت الاتحاد الأوروبي عام 2004 تحديدا. يحتل ملف الهجرة غير الشرعية مركزا متقدما على لائحة الأزمة المحتدمة بين بيلاروسيا من جهة طبعا ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الحادثة الشهيرة عندما أجبر الطائرة لرايان اير على النزول في مطار مينسك واعتقال أحد الصحفيين البيلاروسيين. طبعا الأزمة هذه محتدمة، بعد ذلك تم فرض عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بيلاروسيا. بطبيعة الحال فيلنيوس عاصمة ليتوانيا تتهم بيلاروسيا بأنها تسهل عملية دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها عبر هذه النقاط، في حين أن مينسك عاصمة بيلاروسيا تنفي هذا الأمر على لسان رئيسها، تقول بأن هناك شبكات تهريب إجرامية تقوم بتنظيم هذا العمل. على الرغم من العقوبات المفروضة على بيلاروسيا، إلا أن البضائع كما نرى والشاحنات المحملة بمختلف البضائع لا تزال تقوم برحلتها بين بيلاروسيا وليتوانيا تحديدا. هناك شاحنات روسية، شاحنات بيلاروسية، وشاحنات من جنسيات مختلفة لا تزال تنقل هذه البضائع. في طريقنا إلى هنا كان هناك عدد كبير من هذه الشاحنات، بالإضافة طبعا إلى قطارات. بيلاروسيا هي ثاني أكبر مصدر للبوتاس في العالم، هناك قطارات لا تزال تنقل هذه المادة من بيلاروسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. إذن هنا من هذا المعبر الحدودي بين بيلاروسيا وليتوانيا، عماد الأطرش، سكاي نيوز عربية. اشتركوا في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة أحدث الفيديوهات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس. سكاي نيوز عربية، شاهد شارك.